نهاركم ابيض بخطين حمر وصباح افريقيا وصباح المونديال على عيون كل مشاهدينا مشاهدينا الاعزاء جماهير نادي الزمالك العظيمه في كل زمان ومكان في انحاء الوطن العربي العظيم من المحيط للخليج حلقه جديده من برنامجكم نهارك ابيض حلقه يوم الثلاث 13 ديسمبر يا رب تبقى حلقه خفيفه وتنال رضا كل الجماهير اللي بيتفرجوا علينا امبارح كانت قرعة دوري أبطال إفريقيا. فعايز أقول كده حاجة في البداية إن البطل ما بيخافش. واللي عاوز بطولة ما بيختارش هيلاعب مين ومش هيلاعب مين. وأجمل حاجة في كرة القدم إن هي دايماً بتديلك فرصة وأحياناً بتديلك فرص كتير جدا إنك ترد اعتبارك ولو بعد فترة كبيرة من الزمن. العاده دي بالنسبه لنا كانت ابرز المعاني والاعتبارات اللي طلعنا بيها كنادي الزمالك من نتيجه قرعه دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا للنسخه الحاليه موسم 2022 2023. بصراحه عايز اوضح كام نقطه كده لان السوشيال ميديا مليانه كلام كتير جدا وكلام غريب جدا شايفينه على السوشيال ميديا من امبارح صفحات كتيره جدا بتتكلم كلام مش طبيعي، كلام مش منطقي بالمره. أولاً كل الاحترام والتقدير لكافة الفرق اللي مشاركة مع نادي الزمالك في المجموعة دي. سواء نادي الترجي التونسي واخد البطولة أربع مرات قبل كده، وتالت أكتر أندية القارة السمراء تتويجاً بهذه البطولة الغالية والعظيمة. نادي شباب بلوزداد الجزائري. يمكن اخر ثلاث مواسم هو مقدم طفره كبيره جدا في الكره الجزائريه مسيطر بشكل كبير على المسابقه والبطوله المحليه هناك في الجزائر عندك كمان نادي المريخ السوداني نادي عريق يعني النادي المريخ السوداني خد قبل كده على فكره كاس الكؤوس الافريقيه واخد بطولات في السودان اكتر من عشرين مره واخد عشرين بطوله في السودان ولكن بعيدا بقى عن قوه المجموعه باعتبارها كمان مجموعه عربيه خالصه كل الفرق اللي فيها فرق عربيه ويمكن كل الفرق اللي فيها او ثلاث فرق منهم ابطال لدوريات بلادهم وفريقين منهم عندهم تسع القاب بس نادي الزمالك عنده خمس القاب ونادي الترجي عنده اربع القاب. عندنا ملاحظتين مهمتين جدا جدا. مبدئيا كده انت نادي الزمالك واللي مش فاهم يعني ايه نادي الزمالك فدي حاجة ممكن نسميها احداث السوشيال ميديا ناس بقى لسه حديثة العهد في تشجيع الكورة الزمالك نادي كبير نادي عريق اسم وقيمة وامج يخض اي حد اي طرف هيلعبك لازم يتخض منك ويعمل لك مليون حساب انت طرف قوي في اي معادلة لازم يبقى الجماهير واللعيبة عندها نفس العقيدة دي وعلى فكرة انا مش بتكلم عن الزمالك التاريخ بس زمالك الحاضر كمان والماضي القريب جدا انت بطل مصر اخر نسختين اخر اتنين دوري انت واخده مع التوالي فانت بطل للبطولة المحلية رجعنا لورا شويه سنتين هتلاقي نادي الزمالك في 2019 واخد الكونفدراليه في 2020 هو بطل السوبر الافريقي وصل لنهائي دوري الابطال مرتين في اخر سبع سنين لا الزمالك فريق كبير مهما كانت الظروف مهما كانت العثرات اللي بتحصل لنادي الزمالك نادي الزمالك قوي بيعافر انت السنه دي داخل بقى نسخة جديدة من البطولة بدفعة معنوية كبيرة جدا فريق خرج أو بطل خرج من رحم المعاناة زي ما بيتقال. زمالك 2022 فريق تحدى كل شيء تحدى حتى نفسه وظروفه ومشاكله. بيختم موسم صعب جدا موسم بلا صفقات بتاخد بيه الدوري مسابقة النفس الطويل. وانت دلوقتي بتبتدي بقى الفريق قوامه الاساسي كله معاك دعمت الفريق بصفقات ان شاء الله في اصابات ولكن ترجع مع بدايه دور الا مجموعات في فبراير القادم فانت اللعيبه حتى اللي هترجع من الاصابه ان شاء الله تدخل في منظومه الفريق في الفتره اللي جايه لسه عندك كمان حاجه مهمه جدا يناير وميركاتو يناير ممكن تلاقي في صفقه جديده تنضم ليك في يناير فأنت داخل الموسم ده والنسخة دي باستقرار فني غير سنين كتير عدت سنين كتير ما كانش بيبقى عندك الاستقرار ده. إن مدير فني يختم بطولة ويكمل بعدها في البطولة اللي بتليها. عندك مدير فني عنده من الخبرة والحكمة الكتير، فاهم وواعي ببواطن الأمور مش داخل ماما أفريقيا بس لا داخل نادي الزمالك وده الاهم بالنسبه لي انك تبقى عارف مشاكلك تبقى حافظ ادواتك ده عندي اهم مليون مره من الخريطه والخطه والمنافس اللي انت هتلعبه فريره في اول موسم لو نفتكر كده عشان في ناس بتقول لك هو ما عندوش الخبره الافريقيه الراجل ده في اول منافسه افريقيه بياخدها مع نادي الزمالك في الولايه الاولى راجل احرز بطوله الدوري والكاس ووصل لقبل نهائي الكونفدراليه ولو في, واحد في المية بس في الماتش الشهير ما بين نادي الزمالك والنجم الساحلي لو تفتكروا ماتش كان معقد جدا علي جبر اتصاب في اوله مطالب نادي الزمالك انه يحرز اربع اهداف آه علي جبر عفوا اتطرد في المباراه دي في بدايتها فبتعمل مباراة أسطورية بتحرز ثلاث أهداف وبيبقى فاضل لك هدف واحد عشان تتخطى النجم الساحلي ولو كنت تخطيت النجم الساحلي أفتكر في كرة في نهاية المباراة عشان كده لو كان في فعلا واحد في المية حظ كنا تخطينا النجم الساحلي كرة باسم مرسي اللي عدت من جنب العرضة دي كل الناس دلوقتي أكيد هتفتكرها كنت هتوصل هتلعب أورلاندو بايرتس اللي انت كسبته رايح جاي في دور المجموعات وكنت هتتوج مجهودك ده بلقب قاري كان غايب عنك فتره كبيره ولكن كان يا مكان خلاص الموضوع خلص ده بالمناسبه كمان احنا في 2015 دي انت عملت دور مجموعات مثالي انت حصلت 15 نقطه من اصل 18 نقطه كافضل ريكورد تقريبا في سجلات الفارس الابيض في افريقيا دي نقطه نقطه مهمه جدا نقطه تانيه برضو مهمه ان البعض بيرى ان الوقوع في مجموعه عربيه وان كان بيبقى قوي فنيا لكنه افضل من التواجد مع الفرق السمراء الفرق بتاعت وسط افريقيا شرقا وغربا ليه بقى في ناس بتشوف كده لان انت مش هتقابل حاجه سهله يعني انت مش هتوصل لحاجه سهله مش هتاخد بطوله بسهوله هتلعب مع الشمال الافريقي هتلاقي فيه جماهير قويه جدا بتملى الاستاد هتلاقي ملاعب كويسه جدا ودي حاجه ايجابيه هتلاقي في تقارب في المستوى هتلاقي في لعيبه مهمه جدا عندهم عندهم يمكن المحترفين دايما بيبقوا احسن من المحترفين عندنا هتروح للناحيه الثانيه للفرق الافارقه هتلاقي نفسك بتتعرض برضه لصعوبه هتلاقي درجه رطوبه عاليه درجه حراره عاليه ملاعب سيئه جدا لكنك بتلعب في غطان العنب الموضوع بيبقى صعب جدا في مباريات افريقيا ما بيبقاش فيه حتى فيديو تلاقي مثلا حاجه متسجله للفرقه دي تعرف تجيب عنها اي معلومه الموضوع بيبقى صعب جدا فانت مش هتختار البطل بيخش البطوله عايز يكسبها دي برضو كانت نقطه مهمه جدا فالخلاصه ان مجموعه نادي الزمالك صعبه اه صعبه ولكن انت عندك من اللعيبه وعندك من المنظومه ومن الاداره الفنيه اللي تخليك تعدي اي ماتش لازم تبقى عندك العقيده دي ان انا اعدي اي مباراه ان شاء الله كمان يرجع المصابين زي ما قلت قبل فبراير القادم عندك صفقات كتيره وجديده دخلت المنظومه ان شاء الله ندعم كمان الفريق بصفقه ولا اتنين كده أه حسب ظروف النادي ان شاء الله ندعم في يناير بصفقه سوبر تفيد الفريق في المعترك الافريقي القوي جدا جدا مع فرق قويه ومنافسه قويه جدا فانت بتتكلم كمان عن نادي الزمالك في مشاركته الافريقيه اخر سنتين مش افضل شيء انت السنة اللي قبل اللي فاتت بتواجه مولودية الجزائر في أول مباراة المباراة ما بتعرفش تتخطاها ما بتعرفش تجيب الثلاث نقط الموضوع بيبقى آه حاجة بتولد الـ يعني حاجة صعبة جدا بتحصل للعيبة بيحصل لهم حاجة بتشل حركتهم في باقي المباريات خلاص ما بيبقاش فيه عزيمة ما في فيه عزيمه في باقي المباريات، أول مباراة بتتعادل. النسخة اللي بعدها كمان هتلاقي نادي الزمالك برضه بيتعادل في الن... في أول مباراة. مبارتين أو في نسختين بتخرج من دور المجموعات، فالموضوع في آخر سنتين ما كانش أفضل حاجة. إحنا بنتمنى من اللعيبة في النسخة دي إنهم يلعبوا أول ماتش مع شباب بلوزداد ده أكنه آخر ماتش. ناخد ماتش شباب بلوزداد ده التلات نقط تاخدهم اكنه مباراه مباراه حياه او موت عندك المباراه الثانيه امام المريخ السوداني بره مش عارفين هتتلعب هنا ولا لا حسب ما فريق المريخ السوداني هو اللي يختار ملعبه يمكن السنه اللي فاتت لعب المباراتين على ارض مصر ولكن احنا مش عارفين مش عارفين هنشوف لسه المريخ هيعمل ايه الموسم اللي فات زي ما قلنا بيلعب مباراتين هنا في في مصر مش عارفين السنه دي بقى في طبعا حاجات بتطلع دعابه على سبيل الدعابه بيقول لك ان المريخ السوداني هيلاعب نادي الزمالك في تونس او الجزائر وهيلاعب الترجي التونسي وشباب بلوزداد في مصر فدي طبعا دعابه طبعا اكيد عمره ما يحصل كده والله اعلم المهم واللي احنا قصدنا نقوله ان الثلاث نقط الاولانيين والتسع نقط اللي على ارضك لازم تاخدهم حياه وموت ما ينفعش تفرط فيهم زي النسختين اللي فاتوا باذن الله كل الخير لنادي الزمالك مش يعني هو دلوقتي انت دلوقتي بتاخد الامور ان دي خلاص هي فرصه وفرصه كويسه جدا معاك مدير فني كويس معاك منظومه كويسه مجموعه صعبه اه ولكن انت هيتوفر لك كل الامكانيات ان انت تتخطى هذه البطوله لان الجمهور كله عشمان في هذه البطولة وان شاء الله تفتكروا كلامنا في ابريل 2023 مع نهايه دور المجموعات. ده كان كلام مهم جدا عن نادي الزمالك وحاجه لها علاقه بنادي الزمالك في بعض الناس بيتكلموا على بعض لاعبي نادي الزمالك. يعني في ناس عايزه تنال من احمد فتوح لاعب نادي الزمالك اللي لسه راجع من اصابه في وجه القدم والراجل كان مركب دعامه في وجه القدم، بيرجع أول مباراة بيشارك بيسجل هدف عالمي، المباراة اللي بعدها بيبدأ المباراة وهو قائد وكابتن الفريق في هذه المباراة مباراة بيراميدز، الراجل بيتصاب بيطلع مصاب، الجهاز الفني والجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أسامة قال لا ما يكملش عشان الإصابة ما تتفاقمش. في ناس بقى بيتكلموا ويتهكموا على أفضل ظهير أيسر في مصر أحمد فتوح. الواحد بيتكسف من الناس دي يعني الراجل اللي بيتكلم على احمد فتوح يقول لك اصل بنيانه الجسدي بنيانه الجسدي ايه راجل لاعب امم افريقيا جاله عروض كتير جدا في اوروبا وراجل ولكن الراجل مكمل مع نادي الزمالك هو بيتكلم ازاي احمد فتوح يلعب في اوروبا ازاي انا عارف ان انت طبعا عمرك ما لمست الكره انت شغال في في الوسط الرياضي كده واحنا متأكدين ان انت ما لمستش الكوره في حياتك ولكن ما ينفعش تتهكم على لعيب دولي لعيب بيمثل نادي الزمالك لعيب افضل لاعب في المركز بتاعه وهو احمد فتوح فاحنا هنا في منبر نادي الزمالك واجب دايما علينا ان احنا ندافع عن لاعبي نادي الزمالك ومنظومه نادي الزمالك ضد اي حد يتطرق ويتهكم على اي حد في عناصر المنظومه ده كان كلام برضو مهم جدا النهارده كمان بدايه كاس العالم نتكلم عن كاس العالم سيمي فاينل المونديال الارجنتين وجها لوجه امام كرواتيا بيتكرر لتاني مره كاس العالم قبل النهائي بيبقى ما بين الارجنتين وكرواتيا طبعا كرواتيا بتلعب لعب غلس زي ما بيقولوا كده ممكن تختفق وتنام على الجون على فكره الارجنتين في النسخه دي كمان ما بتلعبش يعني الكره القدم الجماليه والمثيره يعني فهي مباراه متكافئه يمكن سكالوني خلاهم يبعدوا قوي عن فكره الكره الجماليه بس لا اضاف كمان للمنتخب الارجنتيني انه بدا يبقى عنده خطه بدا يبقى راجع بدا يبقى آه بيعمل تقفيل دفاعي بيعرفوا يعملوا كل حاجه دلوقتي فالفرقتين بيعرفوا يعملوا كل حاجه في الكوره بيعرفوا يدافعوا وبيعرفوا يهاجموا ففي تكافؤ في هذه المباراه يمكن كمان في بعض المهارات هي اللي ممكن تفرق يعني ميسي مثلا ممكن يعمل واحده كده من بتوعه هي اللي تفرق في المباراه فعلى العموم المباراه تبقى مهمه جدا وفيها حديث كتير جدا هنتكلم عنه ولكن في فقره سهم وقوس مع ضيفنا العزيز يوسف حمدي محلل الكره العالميه اللي هيشرفنا وينورنا في فقره سهم وقوس هل ميسي ورفاقه هيوصلوا آه الانتصارات ويوصلوا لنهائي كاس العالم ولا يا ترى مودريتش يقدر يعمل اللي عمله من اربع سنين في روسيا في 2018 ويوصل لتاني نهائي على التوالي هنشوف وهنتكلم بشكل كبير جدا عن هذه المباراه دلوقتي خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه ونروح لفقره اقرا الخبر بر الخبر، البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن وجود نادي الزمالك في المجموعة الرابعة مع أندية الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني. وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي: زمالك ضد شباب بلوزداد أحد أيام 10 أو 11 فبراير اما المريخ هيستضيف نادي الزمالك احد يومي 24 او 25 فبراير فيما يستضيف نادي الزمالك فريق الترجي التونسي يوم 7 مارس عفوا المريخ ضد نادي الزمالك 17 او 18 فبراير آه الزمالك ضد الترجي يوم 7 مارس شباب بلوزداد ضد نادي الزمالك ايام 17 او 18 مارس نادي الزمالك هيستضيف المريخ احد ايام 31 مارس او 1 ابريل. ان شاء الله ربنا يوفق نادي الزمالك وايا كان ترتيب المباريات زي ما قلنا في بدايه حلقتنا لازم اللعيبه تموت نفسها وتلعب المباريات كلها مباريات حياه او موت. نروح لتاني اخبارنا من عند البرتغالي جوزبالدو فيريرا المدير الفني للفريق اللي كلف افراد الجهاز المعاون ليه بالبدء في إعداد ملف كامل عن الفرق اللي هنواجهها في المجموعه الرابعه لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وهي الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني وهيبدأ الجهاز المعاون خلال الفتره المقبله في إعداد تقرير مفصل عن كل فريق وتجميع العديد من المباريات الخاصه بهم سواء في دورياتهم المحليه او حتى في مشاركاتهم الافريقيه وتقديم هذا الملف للمدير الفني من اجل البدء في دراسه كل نادي على حده استعدادا لمواجهتهم. يستأنف النهارده فريقنا تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهه البنك الاهلي يوم الجمعه المقبل في بطوله الدوري الممتاز. طبعا فريقنا حصل على راحة بالأمس من التدريبات الجماعية بناء على تعليمات مستر فريرا بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الثالثة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز إن شاء الله فريقنا يواصل مسيرة الانتصارات ونكمل في مشوارنا في الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي بإذن الله نروح لكابتن محمد عبد الشافي الظهير الايسر للفريق اللي هيخضع النهارده لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركه في التدريبات الجماعيه من عدمه استعدادا لمواجهه البنك الاهلي المقبله في الدوري. عبد الشافي تحسنت حالته بشكل كبير بعد البرنامج التاهيلي والعلاج اللي خاضع ليه في الفتره اللي فاتت طبعا عارفين الاصابه اللي كان بيعاني منها كانت اصابه في الركبه ومن الممكن ان نراه النهارده ان شاء الله في التدريبات الجماعيه وفقا لجاهزيته الطبيه، عبد الشافي لعيب مهم جدا في نادي الزمالك ومن إن الفرقه ان شاء الله يكون ليه دور مع نادي الزمالك في هذا الموسم. كمان احمد دا فتوح الظهير الايسر للفريق هيخضع للفحوصات الطبيه النهارده قبل انطلاق التدريبات للاطمئنان على اصابته اللي تعرض ليها خلال مباراه بيراميدز الاخيره في الدوري وهي عباره عن شد عضلي. بناء على هذه الفحوصات هتبين اذا كان هيشارك بشكل طبيعي في التدريبات او هيحتاج لراحة اضافية مع الاكتفاء ببرنامج تأهيلي فقط لتجهيزه للمشاركة في التدريبات وخصوصا ان اصابته الحمد لله مطمئنة ولا تدعو للقلق اما عمر جابر الظهير الايمن للفريق هيبدا النهارده المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي الخاص الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه للمشاركه في التدريبات الجماعيه طبعا بسبب الاصابه اللي بيعاني منها خلال الفتره الاخيره بكدمة اعلى الركبه عمر جابر غاب عن المشاركه مع الفريق خلال مباراتي المصري البورسعيدي وبيراميدز بسبب هذه الاصابه وخضع لبرنامج تاهيلي وعلاجي مكثف خلال الفتره الماضيه لتجهيزه بشكل الامثل للمشاركه في التدريبات الجماعيه ومن ثم المشاركه مع الفريق في المباريات المقبله قرر الجهاز الفني للفريق بقياده جيزوالدو فيريرا وضع برنامج تدريبي خاص لمحمد اشرف رؤى لاعب الوسط خلال التدريبات الفريق المقبله لتجهيزه بالشكل الامثل لمباراه البنك الاهلي المقبله في الدوري. هذا القرار بسبب غياب اللاعب عن الفريق في المواجهه الاخيره امام بيراميدز بسبب الايقاف وبناء عليه يرغب الجهاز الفني في تجهيزه لعودته لخط الوسط مره اخرى في المباراه القادمه وخصوصا ان رؤى اصبح من العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها فيريرا بشكل مستمر. دي كانت اخبار فريقنا هنروح لاخبار المونديال ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا نروح لخبر عن المواجهه بقى اللي كلنا مستنيينها كعرب ومش بس العرب ده العالم كله مستني يشوف مغامره المنتخب المغربي مفاجاه البطوله وحصان اسود هذه النسخه من المونديال وعايزين يشوفوا المغامره دي هتوصل لحد فين وهي طبعا مواجهه نصف النهائي ما بين اسود الاطلس ومنتخب فرنسا شهدت الساعات الأخيرة شكوك حول إمكانية مشاركة ثنائي منتخب في فرنسا دايت أوباميكانو وأوليني تشاوميني وطبعا المباراة هتقام على استاد البيت مباراة المغرب ضد فرنسا ضمن لقاءات نصف نهائي كاس العالم قطر 2022 اللي هتقام يوم الأربع المقبل اللي هيوافق 14 ديسمبر الجاري ووفقا لصاحبة ليكيب ألا فرنسية فإن ثنائي الديوك قد يغيب عن مباراة المغرب المقبلة بمونديال قطر بسبب الإصابة الصحيفة أكدت أن تشاوميني وأوبا قد غاب عن تدريبات فرنسا اليوم الاثنين بعد تعرضهما للإصابة خلال الساعات القليلة الماضية قالت الصحيفة الفرنسية أن تشاوميني بيعاني من بعض الآلام في سمانة الركبة طبعا بسبب نفس الإصابة خلال مباراة إنجلترا الأخيرة في ربع نهائي المونديال فيما يعاني اوباميكانو من بعض الالام في الحلق ودي جعلته بيغيب عن مباراه عن تدريبات منتخب الديوك وبتقربه طبعا من الغياب من المشاركه امام منتخب اسود الاطلس الشقيق نكمل اخبارنا مع المنتخب المغربي اللي بيعيش طبعا آه يعني فتره ذهبيه جدا من آه فتراته في التاريخ بيواصل انجازاته التاريخيه غير المسبوقه سواء على المستوى العربي المستوى الافريقي بعد الوصول لنصف نهائي المونديال وبفضل هذه النتايج المبهره حصد المنتخب المغربي رصيد كبير من النقاط ارتقى الى مركز متقدم في تصنيف المنتخبات اللي هيصدر قريبا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وأكد موقع فوتبول رانكينج المتخصص في حساب نقاط المنتخبات إن منتخب أسود الأطلس بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي نجح في حصد 108.88 من 100 نقطة وبفضل هذه النقاط تقدم منتخب المغرب 11 مركز في تصنيف الفيفا ليصل إلى المركز ال11 برصيد 1672.38 من مية نقطة بعد أن كان في المركز ال22 قبل انطلاق منافسات مونديال قطر ومن المقرر أن يصدر فيفا التصنيف الرسمي للمنتخبات الوطنيه مطلع العام الجديد 2023، وأكد موقع البطوله المغربي أن أبناء المدرب الركراكي باتوا على بعد مركز واحد من دخول المنتخبات العشره الأولى عالميا، وفي حال نجح المغاربه في الوصول للمركز العاشر بناء على نتائج المباراتين المتبقيتين في مونديال قطر، فإنه سيصل إلى أفضل تصنيف حققه في تاريخه. يمكن منتخب المغرب كان وصل للمركز العاشر عالميا في عام 1998 كاول منتخب عربي وافريقي يبلغ هذا المركز المتقدم. نكمل اخبارنا مع ردود افعال خروج انجلترا من ربع نهائي المونديال على ايد فرنسا بالخساره بهدفين مقابل هدف. حيث حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثنائي المخضرم توماس توخيل وموريسيو بوتشينو لخلافة المدرب الإنجليزي جارس جيت في منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول بعد توديع كأس العالم. كانت العديد من التقارير أكدت خلال الساعات الماضية أن المدرب الإنجليزي جارس ساوزجت المدير الفني الحالي لمنتخب الأسود الثلاثة بيفكر في الرحيل عن تدريب منتخب إنجلترا بعد الخروج من المونديال. ووفقا لصحيفة التلغراف الانجليزيه فان الاتحاد الانجليزي قد حدد المدرب الالماني توماس توخيل ليخلف ساوس جيت في تدريب المنتخب الانجليزي واضافت الصحيفه ان الاتحاد الانجليزي قد وضع ايضا المدرب الارجنتيني موريسيو بوتشينو ليكون بديلا لساوس جيت في تدريب منتخب الاسود الثلاث في حال قرر المدير الفني الانجليزي الرحيل عن منصبه الحالي دلوقتي هنروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على خريطه ابرز مباريات اليوم اهلا بكم في فقره نبض 100 عقبه خلونا دلوقتي نروح لبث مباشر من داخل نادي الزمالك ناخد زميلنا العزيز المميز خالد غانم مراسلنا من قلب 100 عقبه نعرف منه اخر جديد داخل مدرسه الفن والهندسه يا خالد نهارك ابيض وماذا لديك اليوم في 100 عقبه خير عليك زميلي العزيز أحمد علي وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادينا نادي الزمالك في كل مكان يوم جديد من أيامنا داخل نادي الزمالك والنهارده في نبض 100 عقبه هنتكلم عن استعدادات فريقنا الأول لكرة القدم إن شاء الله الفترة المقبلة ومباراته مع نادي البنك الأهلي وأيضا قرعة دوري أبطال إفريقيا اللي كانت أمس طبعا النادي الزمالك مع نادي الترجي ونادي شباب الوزاد الجزائري ونادي المريخ ان شاء الله بنتمنى كل الامنيات الطيبه كل التوفيق لنادي الزمالك لحصد هذا اللقب الغالي لكل جماهير نادي الزمالك دلوقتي مشرفنا ومنورنا الكابتن محمد مصطفى مدرب عام فريق 2007 كابتن محمد صباح الخير على حضرتك وتحيات الزميل العزيز احمد علي ليك كابتن صباح الخير خالد صباح الخير احمد صباحكم ابيض بخطين حمر ان شاء الله في البدايه كابتن محمد عايز اخد رايك واتكلم معاك ورايك بقى في الفوز والاداء الثابت لنادي الزمالك بعد فوزه طبعا على نادي بيراميدز في المباراه الماضيه هو اكيد في اسباب للمكاسب الماتشين الاخرانيين اولهم الثبات البوزيشن بتاع اللعيبه بقى صح يعني بدانا نظبط ان زيزو خلاص ناحيه اليمين بيبقى ماشي كويس هنخليه ناحيه اليمين بدانا نرجع لطريقتنا 3 4 3 بمشتقاتها بدانا نثبت كل لعيبه الاختلاف الوحيد بس ان بدانا نلعب من غير فرويد بنلعب فرويد وهمي بنبدأ نتحرك بلا مركزيه في الحته اللي قدام ثبات آه رجوع فتوح فرق معانا كتير جدا في الحته الشمال عندنا بقى عندنا آه ريحيه في الناحيه الشمال اللي احنا نهاجم نعرف نهاجم من, من الناحيه دي لان على عدلته كنا الاول ممكن نجيب سيد نيمار او عمر جابر آه بدانا نحط البوزيشن مظبوط يعني كل لعيب بقى في مكانه آه آه زيزو ناحيه اليمين شغال كويس يبقى ناحيه اليمين ما بقاش فيه تشتت في في طريقه اللعب اللي احنا ممكن نجيب زيزو من اليمين نوديه للشمال ومن الشمال لليمين امام عاشور دلوقتي بقى عنده حريه في نص الملعب مع وجود السيسي واقف كويس في نص الملعب كل ده هو ده اللي ادى ان احنا نكسب الماتشين اللي فاتوا دولت طلب بقى كابتن محمد ان شاء الله المباراه الجايه امام النادي البنك الاهلي للثبات على هذا المستوى الرائع اللي احنا شايفينه من لاعبي نادي الزمالك والمكسب الثاني على التوالي بعد طبعا الفوز على طبعا نادي بيراميدز وان شاء الله يستمر بالفوز على نادي البنك الاهلي ايه المطلوب وايه اللي الجهاز الفني هيتكلم فيه مع اللاعبين مع اللاعبين قبل هذه المباراه المطلوب دلوقتي ان احنا نفضل على يعني الثبات نفضل زي ما احنا التشكيل ثابت نبدأ نشتغل على اللوحه النفسيه اللي احنا كسبانين ماتشين ورا بعض وبدانا نرجع زي ما احنا في المستوى بتاعنا يبدا يعلى نبدا نقول ان اربعه بونت مش كتير بعيد عن المنافس لازم نشتغل عليهم كويس ما نبصش لحد تاني احنا نكسب بس المكسب كمان انت لاعب كل الايام اللي فاتت دي ماتشات كتيره يعني في الدوري هتلاقي الجدول بتاعك اكتريه الماتشات الثقيله في البدايه الماتش البنك مع الماتش اللي بعديه لما تكسبهم عديت مرحله كبيره من الماتشات الصعبه هتبدا في الوقت ده نفسيا تبقى اعلى ذهنيا تبقى اعلى هتبدا تاخد الثقه لازم نشتغل على الموضوع ان احنا لازم نكسب و والثبات في التشكيل كابتن محمد خلينا ناخدك بقى الأورا دوري ابطال افريقيا اللي كانت امس طبعا لنادي الزمالك مع نادي المريخ السوداني ونادي الترجي ونادي شباب الوزداد وان شاء الله اول مباراه هتقام على استاد القاهره احد ايام 10 و11 فبراير القادم مع نادي شباب الوزاد الجزائري شايف بقى المواجهات لنادي الزمالك هتبقى ازاي والبطوله الحلم الاكبر اكيد لكل جماهير نادي الزمالك وكل الزملكاويه يا كابتن هي بطوله غايبه من 2003 المفروض آه نركز فيها قوي المجموعه بتاعتنا شبه هي هي بتاعت سافرت هي دي كويسه ومش كويسه يعني حاجه لمصلحتنا وحاجه مش مصلحتنا ان يعني احنا حافظين الفرق زي الترجي وشباب بلوزداد المريخ في السودان طبعا احنا عارفينه كويس دي حاجه كويسه لينا ان احنا حافظين الفرق وعارفينها في نفس الوقت احنا مجموعه صعبه البطوله عاوزه تركيز عاوزه نفس طويل عاوزه تعرف ازاي تجيبي الثلاثه بنت وبالذات اللي على ارضك ماتشات اللي بره ليها حسابات تانية الجهاز بتاعنا بيعرف يلعبها عندنا جهاز كبير زي مستر فريرا يعني فاهم الاجواء في افريقيا لازم نركز جدا جدا في ماتشاتنا لان انت لو تفتكر السنه اللي فاتت اللي طلعنا ماتشات اللي على ارضنا الماتشات اللي على ارضنا كنا كسبناها في ماتشات تعادلناهم لو كسبناهم كنا زماننا صعدنا السنه اللي فاتت بس هو السنه دي كويس اتعلمنا من الدرس بتاع السنه اللي فاتت كان في لخبطه شويه في النادي حتى فنيا ما كناش مركزين بتهيألي دلوقتي احنا فنيا مركزين الصفقات اللي جت صفقات كويسه دفعت لينا السنه دي عندنا استقرار فني جامد جدا كتير طرق اللعب بتاعتنا مع يعني مستقره عندنا عدد وافر من اللعيبه نبدأ نشتغل عليها ونبدا نعمل حساباتنا وناخد كل ماتش بماتشه وتقريبا ان شاء الله هنصعد ان شاء الله ان شاء الله هنصعد اول مجموعه ان شاء الله كمان كابتن محمد كل التوفيق اكيد لنادي الزمالك في بطوله افريقيا الحلم الاكبر لجميع نادي الزمالك وكل الزملكاويه بنشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن محمد الفتره الجايه ليك والفريق 2007 كابتن اتمنى لك التوفيق خالد وشكرا لاحمد علي وان شاء الله ربنا يكرم نادينا ان شاء الله زميلي احمد ده كان لقائنا مع الكابتن محمد مصطفى مدرب عام فريق 2007 كل توفيق والامنيات الطيبه ان شاء الله لنادي الزمالك الفتره الجايه سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه وباختصار يا احمد عادت 3 4 3 فعاد الزمالك الموسم الماضي ان شاء الله يستمروا على هذا المنوال في باقي المباريات في بطوله الدوري العام كل توفيق ايضا للجهاز الفني بقياده مستر فيريرا أكيد زميلي أحمد العودة من نادي الزمالك ليك في الاستوديو مرة أخرى تفضل إليك الكلمة أشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز المميز خالد غانم وشكر موصول للكابتن محمد مصطفى على هذا اللقاء نروح لأخبار نبض 100 عقبة وفي أخبار نبض 100 عقبة فاز الفريق الأول سيدات لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة أشواط 3-1 بالجوله الثانيه اللي جمعت بين الفريقين امبارح الاثنين بالصاله المغطاه بالقلعه البيضاء ضمن منافسات الدور الثاني لبطوله الدوري الممتاز حرص الا مستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك على التواجد بالصاله المغطاه للترحيب باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وشهدت الا مباراه حضور احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره والمشرف العام على العاب الصالات وحرص على مؤازرة الفريق في لقاء الأمس ومن المقرر أن تلاقي سيدات طائرة فريق الظهور بالجولة الثالثة من نفس الدور المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساء بالصالة المغطاة بنادي الزمالك كل التوفيق لسيدات الطائرة بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للكابتن أحمد فتحي نروح لخبر تاني من عند الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اللي فاز امبارح آه، على نظيره الشمس بنتيجه 82 58 في المباراه اللي جمعت الفريقين على صاله محمد حسن حلمي بمقر النادي وكانت المباراه في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر حسن فريق سله الزمالك المباراه لصالحه بعد ما سيطر على مجريات الامور على مدار شو... اشواط اللقاء وصعد سله الزمالك بهذا الفوز الى الدور قبل النهائي من بطوله الكاس ليواجه الاتحاد السكندري كل توفيق للكابتن احمد مرعي المدير الفني للفريق امام الفريق السابق اللي كان بيدربه كل التوفيق لرجاله سله الزمالك في تحقيق لقب كاس مصر الغايب من فتره طويله عن خزائن نادي الزمالك كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه داخل نادي الزمالك دي كانت اخبار نبض 100 عقبه دلوقتي نروح على مدرجكم الافتراضي لفقره الشارع الابيض اهلا بكم في الشارع الابيض خلاص دخلنا الامطار الاخيره في مونديال قطر والنهارده مضطرين نودع رقم 10 من الاثنين يا اما نقول باي باي مودريتش وحلم كرواتيا ويكتفوا بانجاز 98 لما وصلوا للمربع الذهبي وقتها وودعوا امام الديوك الفرنسيه يا اما نزعل ناس كتير قوي ونقول لميسي تشاو لمسيرة أعظم لاعب في القرن الواحد وعشرين بجانب كريستيانو رونالدو ولكن الاثنين لو خرجوا طبعا كريستيانو خرج ميسي لو خرج هيبقى الاسطورتين دول من غير كاس عالم فيا ترى يا هل ترى مين اللي هيصعد نهائي ارجنتين ولا كرواتيا تعالوا نشوف راي الشارع الابيض ونشوف جمهورنا الي ونرجع لكم مره تانيه إن شاء الله متوقعها 2-0 للارجنتين ومتوقع ان ميسي هيصنع ويجيب جون لان في ظل المباريات اللي عملها الارجنتين الفتره اللي فاتت بقت مرشحه جدا انها تفوز بكاس العالم وان شاء الله 2-0 للارجنتين يبقى 2-1 للارجنتين عشان الارجنتين من اول بطوله عندها امل تكسب وميسي محمس اللعيبه شويه وعم كابتن كويس فشايف ان الارجنتين ممكن تكسب 2-1 ميسي جاب جون على ما اعتقد هيبقى جون ضربه جزاء والجون تاني ممكن لو جابه يبقى دي ماريا مثلا او مارتينيز معنيين ماتشات كويسة مع الأرجنتين إن شاء الله بإذن الله الأرجنتين يعني هتعمل ماتش كويس هو بصراحة الفترة دي يعني في آخر ماتش حتى هو كان باين للناس كلها إن هو فعلا في يعني مركز جدا 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 في الماتش حتى كان بيخش بيعترض على أي حاجة كان بتحصل هو اللي كان واقف يعني فعلا كان واقف يعني عامل دور الليدر بأعلى مستوى بصراحة الماتش اللي فات ده يعني. ميسي التوقعات بتاعته بيعمل على غير العادي فهو يقدر يعمل كل اللي نتوقعه وزيادة التوقعات طبعا بنسبة كبيرة وانا اتمنى واظن ان الناس كلها تتمنى ان ميسي يتفوق والارجنتين تتفوق لان هتحسب له بشكل كبير جدا ان ميسي يعني بقت حاجه كريدت لي ان هو كسب كاس العالم فاتوقع طبعا الارجنتين هتتفوق والنهائي ان شاء الله ارجنتين وفرنسا يعني ميسي يعمل اي حاجه اي حاجه تخيلها، احسن لاعب في العالم توقعاتي الارجنتين هتكسب 2-0 انا شايف ان الماتش صعب على أرجنتين وعلى كرواتيا بس انا حاسس ان كرواتيا اللي هي اللي تفوز ضربه كرواتيا لا تصعد <applause> نسبة كبيرة و... طيب ان ميسي مش مش حاجة انا شايف ان شاء الله الارجنتين فرصها اكبر وحاسس ان دي هتبقى اجمل هدية لميسي قبل اعتزاله طبعا واخر كاس عالم هيلعبه كان ربنا بيكافئه يعني على مجهوده اه طبعا لعيب كبير ويعتبر احسن لعيب في العالم حاليا انا شايفه في كاس العالم ان شاء الله كرواتيا ما بحبش ميسي اه بحب كريستيانو والله اه بس نكاتا في ميسي بس لا مش مشكله تكسب كامل دلوقتي كرواتيا تفوز بمناسبه اراء الناس في الارجنتين ولا كرواتيا يمكن في اخر اربع مواجهات كرواتيا مع الأرجنتين اتقابلوا في 98 وكسب المنتخب الأرجنتيني 1-0 واتقابلوا كمان في 2006 وكسب المنتخب الكرواتي 3-2 وفي نسخة 2014 كسب المنتخب الأرجنتيني وساعتها سجل ميسي المباراة انتهت ساعتها 2-1 وآخر مباريات المنتخب المنتخبين كانت في 2018 اللي كسبها المنتخب الكرواتي 3-0 وساعتها مودريتش سجل هدف من التلاته فالاتنين سجلوا فنشوف بقى المنافس النهارده هتبقى عامله ازاي بين الاوستراتينتو تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض واللي كان بيتكلم عن تقييمك لمجموعه نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا رسالتك للاعبين وللجهاز الفني بشان هذه المجموعه تعالوا نروح كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا ونبدا من عند وليد وليد بيقول صباح الخير صباح الفل يا وليد مجموعة كويسة ولازم نحترم كل فريق ونركز ونقاتل من أجل حصد لقب لازم نثبت نفسنا في كل مباراة لا بديل سوى الفوز وحصد النجمة السادسة إحنا واثقين فيهم ان شاء الله يفرحونا بالتوفيق دايما للزمالك تحياتي ليك الفريق العام بشكرك جدا يا أستاذ وليد مؤمن بيقول صباح الفل صباح الفل يا مؤمن هي مجموعة كويسة بس الزمالك بتاريخه ما يهمهوش حد ينزل يكسب من أول ماتش أهم حاجة البداية وإن شاء الله كلنا ثقة في اللعيبة كل الدعم لنادينا الحبيب وإن شاء الله ربنا يكرمنا وتخضع لنا الأميرة السمراء السنادي دي والدوري وإفريقيا لينا بإذن الله كل الدعم للرجالة. فرح بتقول صباح الخير صباح الخير يا فرح مجموعتنا قوية لتواجد كل الفرق العربية ولكن من حيث المستوى هي في المتناول وبإذن الله لعبتنا رجالة قدها وأي مباراة محتاجة تركيز وروح وإصرار ومباريات إفريقيا دايما صعبة من حيث الملاعب تحكيم لعدم وجود الفار ورسالتي للعيبة والجهاز الفني اعملوا اللي عليكم لأجل فرحة الجمهور العظيم وإن شاء الله دوري ابطال إفريقيا في مئة عقبة تحياتي ليكم والفريق أشكرك جدا يا فرح أشكر كل الناس اللي دايما بتشاركنا بآرائها على موضوع حلقتنا في نهارك أبيض دلوقتي هنطلع لفاصل نروح بعديه لفقرة سهم وقوس اللي منورنا فيها محلل الكرة العالمية يوسف حمدي ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فقرة سهم وقوس. وما بين ميسي ولوكا مودريتش كل الناس محتارة النهارده، لكن النهارده كرة القدم هتحكم بأحكامها ولو في اليوم الأول من دور نصف النهائي لمونديال قطر. اللي بيشهد مفاجآت كتير جدا في اليوم الثاني هيشهد صراع تاريخي واستكمال للحلم العربي لمنتخب المغرب أمام الديوك الفرنسية حامل لقب نسخة كاس العالم الماضية هنتكلم بشكل كبير مع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا ومنورنا في نهارك أبيض محلل الكرة العالمية يوسف حمدي يوسف منورنا ومنور مشرفنا ومنورنا صباح الفل عليك يا أحمد أنا أسعد أن أنا موجود معك النهارده بصراحة كده شايف ان المربع الذهبي دي هل كنت تتوقع الاربع فرق دول اللي يوصلوا المربع الذهبي؟ يعني والله يمكن الارجنتين وفرنسا بس اللي كنت بحطهم في ترشيحاتي من البداية لكن كنت بضيف معاهم البرازيل آه كعنصر اساسي وكانت مفاجأة كبيرة جدا رغم اللي قدمته كرواتيا في, في 2018 لكن كانت بالنسبة لي مفاجأة ان الجيل الحالي من البرازيل يخرج على ايد كرواتيا آه على الناحية الثانية طبعا استحالة مع كلنا عايشين الحلم مع المغرب ولكن ما فيش حد توقع آه ان منتخب المغرب قادر يوصل للمرحله دي في, في كاس العالم النسخه الحاليه يمكن التاهل من مجموعه فيها بلجيكا وكرواتيا آه كان طموح كبير جدا لكن المنتخب المغربي خد احلامنا وكمل بيها خد علشان خد احلامنا في المجموعات كمان بصداره المجموعه بالظبط يمكن دي كانت بدايه مبشره جدا بس برضه آه كانت احلامنا محدوده وكانت احلام الشعب المغربي لا تتخيل ان احنا ممكن نعيش في 2022 ونتفرج على نص نهائي كاس العالم بتواجد فريق عربي وافريقي بيحقق انجاز لاول مره في التاريخ حاجه يعني نفتخر بيها كلنا وترجعنا للشغف الطفولي بتاع كاس العالم ان احنا نحلم آه زي ما كنا بنحلم واحنا عندنا عشر سنين نشوف منتخب بلادنا في كاس العالم آه بيقدم حاجه فعلا بي... حتى لو ما كانش منافس حقيقي على اللقب ولكن يكفي آه ان العالم يشوفك منافس مش مجرد ضيف شرف جاي تخسر ثلاث ماتشات وتمشي آه الاحترام الحقيقي من العالم المشاركه المشرفه اللي بجد هي اللي قدمتها آه النسخه الحاليه من منتخب المغرب ونتمنى نشوف تكرار الانجاز ده زي ما قال وليد المدرب وليد الكراكي ان طرح الفكره دي اصلا في اذهان الناس ان في منتخب عربي وافريقي يقدر ياخد كاس العالم مش شرط تتحقق النهارده لو اتحققت بعد 30 او 40 سنه حتى فيه ان المنتخب المغربي هو اللي اشعل الشراره الاولى زي ما بيتقال وهو اللي حط الفكره في اذهان المنتخبات العربيه والافريقيه ان احنا مش شرط نيجي عند اللحظه الاخيره ونفقد سيطرتنا على الامور ونخسر مباريات احنا الافضل فيها بفرق واضح ولكن الشخصيه والتاريخ والارث العربي مع خيبات الامل المتتاليه في اللحظات الاخيره نكسر كل التماثيل دي ونبني معتقدات وافكار جديده فيها المنتخبات العربيه والافريقيه عندها القدره ان هي تحقق لقب كاس العالم وتنافس عليه وليه لا؟ في المؤتمر الصحفي على فكره قبل مباراه الارجنتين وكرواتيا يمكن آه سلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي قال لك احنا اللي فتحنا الباب لكل كل الناس تحلم احنا وصلنا نهائي كاس العالم في النسخه الماضيه واحنا بنصنف ان احنا دوله صغيره في كره القدم في المحفل الدولي الكبير كاس العالم ففتحنا الحلم للمغرب فما يعني ما تتفاجئوش باللي بيعمله منتخب المغرب وهو يستحق لانه كان بينافس في مجموعات صعبه مجموعه صعبه كسب بلجيكا كسب اسبانيا واقصاها كسب البرتغال واقصاها فما تستغربوش دلوقتي الحصان الاسود لهذه البطوله هو المنتخب المغربي قبل البطوله كنت بتتوقع مين يبقى الحصان الاسود لهذا المونديال <applause> والله يمكن توقعاتي كلها يعني ما شاء الله ما تحققش منها أي حاجة. <applause> آه كنت برشح قبل بداية البطولة وحتى كتبت مقال ان الدنمارك وسويسرا وغانا وصربيا <applause> والاكوادور على فكرة صربيا والاكوادور كانوا أكتر ناس بترشحهم قبل بداية البطولة خالص كانت سويسرا خسرت في دور 16 6 واحد من البرتغال آه اورجواي وغانا توقعت غانا بعد مشروع استقطاب الطيور المهاجرة زي ما بيتقال واللعيبة مزدوجي الجنسية غانا خرجت من الدور الأول، الدنمارك بعد يورو استثنائي وصلوا فيه نص النهائي خرجت من الدور الأول، فيمكن يعني توقعاتك خيشت خالص في كأس العالم دا بس بدأ الحلم من جديد مع أنا دايماً بحب بطولات في البطولات المجمعة تجارب الأحصنة السوداء بتدي طابع مختلف للبطولة ويمكن كلنا يعني يمكن السنة عشان المنتخب المغربي عربي وأفريقي فإحنا الموضوع لمسنا لكن حتى النسخة اللي فاتت من كأس العالم لما منتخب كرواتيا صنع المستحيل ووصل للنهائي كان في دعم وتشجيع من ناس كتير قوي ما بتشجعش كرواتيا في العادي صحيح. لان الناس بتحب التجارب اللي زي دي وهي دي حلاوه كاس العالم بالظبط انت بتتفرج على الدوريات ودوري ابطال اوروبا دايما المنافسين في اغلب الوقت اه في مفاجات لكن في اغلب الوقت انت عارف ان البطوله ايال مدريد برشلونه بايرن ميونخ ليفربول الدوريات المحليه برضو ابطالها آه معروفين يمكن كاس العالم هو الباب اللي بيفتح الامل لكل الحالمين ان هم يحلموا كوستاريكا في 2014 تطلع ايطاليا وانجلترا واوروجواي وتتصدى عليهم المجموعه وتوصل لربع النهائي كرواتيا توصل مباراه نهائيه المغرب تكتب التاريخ وتوصل نص نهائي كاول منتخب عربي وافريقي غانا تكون قريبه من ملامسه الحلم الحلم ده في 2010 لولا ضربه الجزاء الشهيره الجزائر فيمكن الحكايات دي كلها هي اللي بتعيش في تاريخ كاس العالم 2010 لحد دلوقتي كلنا فاكين المنتخب الاسباني هو اللي حقق اللقب وكان اللقب الاول في تاريخه لكن كلنا فاكرين حكايات اوروجواي وجيل ديجو فولان ولويس سوايز العظيم جيل منتخب غانا اللي كان قريب من كتابه التاريخ اللي بتكتبه المغرب جيان. طيب عايزين نروح بقى لمباراه النهارده الارجنتين وكرواتيا شايف رؤيتك للمباراه دي فنيا شايف الفرقتين يعملوا ايه مع بعض المنتخبين؟ والله يمكن المباراه يعني في جزء من مشجعين الكوره ما يحبش يتفرج على الشكل ده في نص نهائي كاس العالم خصوصا ان المنتخب الكرواتي بمداسه دفاعيه نجح يعني من خلالها في الوصول لنهائي 2018 وبيحاول يعيد استنساخ التجربه مع اغلب العناصر اللي كانت موجوده في النسخه اللي فاتت ومع نفس المدير الفني، حاله استقرار للشكل وللاسلوب وللاسماء اللي موجوده، فكل ده بيدي افضليه لمنتخب كرواتيا ان هو يلعب بنفس الاسلوب ولكن بشكل متطور يتعلم من اخطاء النسخه الماضيه، حتى مع الوصول للنهائي اكيد كان في اخطاء فالتجارب اللي زي دي بتبقى مهمه في كده على الجانب الاخر منتخب الارجنتين بكره قدم لاتينيه تماما اه وجود ليونيل ميسي بيدي الارجنتين يعني افضليه في حاجات كتير ولكن في نفس الوقت بيحط عبء كبير جدا عليهم الضغوطات اللي بيتحملها ميسي منذ بدايه مسيرته والمقارنه بمارادونا وانتظار ان هو لازم يحقق كاس العالم زي ما حققه مارادونا علشان يتحط في خانه اه اسطوره البلد دي كرويا فيمكن الضغوطات دي انتقلت طبعا للزملاء كلهم بيلعبوا في المنتخب اللي بيلعب فيه ميسي اللي لازم ياخد كاس العالم زي مارادونا فكله حاسس بنفس الضغط لكن يمكن الميزه في الجيل ده عن الاجيال اللي فاتت ان الناس دي او اللعيبه اللي موجوده دي عايشه مع ميسي القصه مش مجرد بتستخدم ميسي كشماعه لتعليق الفشل ان احنا معانا المنقذ الدائم ما انقذناش يبقى دايما هو المقصر لا الجيل ده بيلعب من اجل ميسي بجد يعني مش صحيح. بس من اجل كاس العالم عندهم وانا لو حطيت نفسي مكان اي حد فيهم كشاب عندي 24 سنه لو كنت مواطن ارجنتيني وبحلم ان انا العب كوره فاكيد ان اتولدت وفتحت عيني على الكوره في الوقت اللي كان ميسي بياخد فيه اربع كرات ذهبيه متتاليه بيسجل 91 جون في سنه واحده بيضرب ارقام قياسيه ما حدش شافها قبل كده فاكيد هيكون هو ملهمي الاول في الكوره لو انا مواطن ارجنتيني ولو اتيحت لي الفرصه ان انا العب جنبه في منتخب واحد اكيد هيبقى عندي الحلم ان احنا نحقق كاس العالم سوا، فالروح دي موجوده عند الجيل الحالي من المنتخب الارجنتيني وهي اقوى سلاح لي في مواجهه اي خصم يمكن شفنا طب القسم اللي هيواجهه بقى بيتهم دايما بالغلاسه الدفاعيه ومنتخب رخم قوي دفاعيا منتخب آه كرواتيا شايف ازاي يقدر يتعامل بقى مع الاسلوب الدفاعي ده ويمكن المدير الفني الكروات لمنتخب كرواتيا قال لك احنا دي مباراه جديده مش هنلعب بنفس الاسلوب اللي لعبنا بيه في 2018 صحيح لان المنتخب اللي كان بيلعبه في 2018 غير المنتخب اللي هو هيلعبه النهارده يعني بس التيشيرت بس هو المتشابه وليونيل ميسي لكن غير كده المدرسه بتاعة ليونيل سكالوني اللي شفناها واضحه جدا في كوبا امريكا اللي فازت بيها الارجنتين بتعتمد على الاسلوب اللاتيني القوي ولكن في نفس الوقت عنده مرونه انه يغير ويدافع ويعمل يعني جميله لو, لو يعني. مارتينيز ما كانش موفق في بدايه البطوله قدر يشرك الفايز ومع وي... ان الفايز ما كانش بيلعب مهاجم صحيح مع السيتي عشان هالاند موجود فدايما كان بيكون يا اما بديل يا اما بيلعب بادوار تانية لكن كان عنده فكر ان هو يعمل خليط ما بينه وما بين ميسي في الخط الامامي اصابه دماغيه في المجموعات قدر يغير الطريقه ل 4 2 3 1 ويعوض غياب دماغيه ما بقاش عنده جناح بيفتح على الخط دايما قدر آه يغير شكل الخطه ويلعب واحده من افضل مبارياته في البطوله اللي لعبها قدام منتخب بولندا في المجموعات كان يقدر يكسب فيها اكتر من 2 0 فيمكن تعدد الحلول ده مع الروح اللي اتكلمنا عنها من شويه يعني عامله حاله مختلفه تماما عن حاله منتخب الارجنتين المتهالك في 2018 اللي ما تقدرش ترشحه حتى بوجود ميسي المنتخب اللي كان فيه المشاكل الممتدة للأرجنتين على مدار تاريخها لكن النسخة دي تقدر تراهن عليها وحتى مع وجود خصم غيلس كرويا زي ما انت قلت زي منتخب كرواتيا تقدر تراهن على حظوظ الأرجنتين لأن الأرجنتين قدرت تعمل ده قدرت قدام هولندا تطلع من مواقف صعبة اتعودت ان هي تقع فيها في السنين اللي فاتت قدرت في المجموعات تتجاوز صدمة خسارة الافتتاح اللي برده كانت بتقع فيها كتير في البطولات اللي فاتت فيمكن شفنا حلول كتير قوي لمشاكل تاريخيه وممتده على مدار تاريخ الارجنتين تخلينا عندنا الدافع او الحماس ان انت تراهن على النسخه الحاليه للمنتخب الارجنتيني ان هي ما تكررش سيناريوهات وكوابيس الماضي وتقدر في نهايه مسيره ميسي في اخر كاس عالم لميسي تكتب القصه الاجمل في في القرن الواحد 21 على الاطلاق لو آه ميسي بعد ما قدمه لكره القدم ابتسمت له اخيرا وحققت له حلمه بالتتويج بكاس العالم لان يمكن آه مارادونا حقق كتير في حياته بس ما بنقول ماردونا آه لما بنقول مارادونا النهارده بنفتكر 86 لما بنقول بادجو بنفتكر 94 وضربة الجزاء الشهيرة اللي بنقول رونالدو الظاهرة بنفتكر 2002 والحلقة الشهيرة وهداف كاس العالم فمهما حققت من انجازات مع الاندية مهما حققت من بطولات وارقام فاديه هيفضل كاس العالم هو الكريزه اللي بتزين طايت مساتك وهي اللي ناقصه فعلا ميسي علشان يعني قدم مسيره ما شفناهاش في حياتنا قبل كده. طيب آه النهارده اسكالوني بيرجع له دي ماريا، دي ماريا يمكن هو في المؤتمر الصحفي اسكالوني قال ان انا دي ماريا آه ودي باول برضو مش عارف عما اذا كان هقدر اشركهم في هذه المباراه ولا لا، بس هم جاهزين للمشاركه، دي ماريا النهارده هيشارك. آه اعتقد دي مباراته يعني دي ماريا نتكلم على آه مساحات مغلقه تماما. محتاج حل فادي دايما ينشوفنا دي ماريا في مباريات كتير جدا في تاريخه مع ريال مدريد ومع باريس سان جيرمان ومع منتخب الارجنتين هو الحل السحري ده يمكن اشهر حاجه حاضره في ذهني دلوقتي نهاية دوري ابطال اوروبا 2014 بين ريال مدريد واتليتيكو كريستيانو رونالدو وجايس وموديتش ومودريتش وي 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 واسامي كتير جدا في ريال مدريد لكن اللقطه دايما كان تكتل الدفاع ديجو سيميوني مع اتليتيكو انخل دي بمراوغه من المعتاده بتاعته بيفتح خطوط دفاع مغلقه بيقدر يخلق فرصه من العدم حتى الهدف اللي تفوق بيه ريال مدريد اللي هو هدف جايس بيل الثاني كان بسبب مراوغه استثنائيه ما يلعبها ما يعملهاش اي حد في الملعب غير دي فيمكن عوده دماغية مع يعني اكتمال جاهزيه رودريجو دي بول تكون هي السلاح اللي هيعول عليه ليونيل سكالوني النهارده في مواجهه منتخب كرواتيا دي بول لعيب شايس جدا وقوي وعنده كوره يعني يمكن بيتم حصره في الادوار اللي محتاجة مجهود بدني أكتر علشان طبيعة شخصيته كلاعب لكن هو لعيب عنده كرة مميزة جدا منه هو في أودينيزي في الدوري الإيطالي وكان واحد من أفضل لاعبين الكالتشي على الإطلاق مع دي في وجود ليونيل ميسي والفايز الفورما العظيمة اللي هو بيعيشها في كاس العالم أعتقد أن دي مفاتيح اللعب اللي هتكون أهم في اجتياز الخط الدفاعي الخرساني لمنتخب كرواتيا اللي بيجهزه زلاتكو كوداليتش لمواجهة النهارده زلاتكو دا كيف يتعامل دفاعيا مع مهاره ميسي وعوده دي ماريا وكمان الفاريز وقدرته على التهديف. اعتقد ان الشكل اللي لعب بيه قصاد البرازيل كان ناجح جدا على المستوى الدفاعي، ما شفناش منتخب البرازيلي جوه منطقه جزاء كرواتيا غير في لقطه هدف نيمار ويمكن لقطه ثانيه على مدار 120 دقيقه، فاعتقد ده دليل على ان الشكل الدفاعي اللي هو لعب بيه مع منتخب في مدرسته لاتينيه برضو مع مهارات فرديه وارتجاليه وحريه اكتر زي منتخب برازيل لكنه قدر قصاد هذا الكم من المهارات ومن الارتجاليه الفرديه ان هو يخلق منظومه دفاعيه متماسكه تقدر تصمد ل 120 دقيقه وتسوق المباراه زي ما بيتقال للسكه اللي هو عايزها فاعتقد ان الشكل ده هيكون اقرب شكل للي هيطبقه النهارده دالتش قدام الارجنتين الشكل الاقرب على مستوى الفاعليه للمنطق وللمعطيات اللي موجوده سواء على مستوى الخطه اللي بيلعب بها سكالوني او على مستوى الحلول الفرديه اللي بيمتلكها. شايف المباراه ممكن تنتهي على ايه؟ هل ممكن تمتد لوقت اضافي؟ اعتقد يعني هتبقى وقت اضافي يا اما هي 1-0 90 دقيقه يا اما 1-0 وقت اضافي لكن اروح اقرب لخيار 1-0 90 دقيقه آه وهتكون من نصيب الارجنتين غالبا لو امتدت ل 120 دقيقه هنا حظوظ كرواتيا هتبتدي ترتفع لان وجود ليفاركوفيتش في المرمى على فكره الاثنين يعني في بالظبط لسه هقول لك يعني مليانو مارتينيز الناحيه الثانيه المنتخبين بيمتلكوا القدره عندهم الخبره نفسيه كبيره جدا من الاثنين لكن نفسيا منتخب كرواتيا كل ما بيقرب المشهد لضربات الجزاء كل ما ثقته في نفسه بتعلى وشفنا ده قصاد اليابان، شفنا ده قصاد البرازيل، شفنا ده في كاس العالم 2018، شفنا ده كتير جدا من منتخب كرواتيا عنده مسددين وبيتمرن كويس جدا على ركلات الجزاء وبيحطها كواحده من اهم الاسلحه اللي هو بيتفوق فيها على كتير من المنتخبات الكبيره. تعالوا نروح لمواجهه المغرب امام المنتخب الفرنسي بطل العالم وحامل لقب اخر نسخه من المونديال، شايف المواجهه دي ازاي؟ مدى صعوبتها المنتخب المغربي يمكن أنهك بدنيا بعد المباراه مع اسبانيا بعد كده بيلعب منتخب البرتغالي صحيح بينهي المباراه في الوقت الاصلي شايف ازاي هذه المواجهه القويه والتاريخيه ما بين المغرب وفرنسا والله يمكن من سوء حظ المنتخب المغربي ان هو يلعب مع منتخب فرنسا يمكن لو انجلترا كانت صعدت كان هيكون خصم مش اسهل بس يعني في متناول المغرب اكتر وفقا لشكل اللي بيلعب بيه المنتخبين. منتخب فرنسا متكامل اكتر، مرعب اكتر عنده يعني ميكس جميل جدا ما بين الفرديات وما بين المنظومه بيقدر يفوز عنده روح البطل اللي بيدافع عن لقبه حاجات كلها يعني هتكون على الورق بتديله أفضلية أكتر لكن المغرب لازم على الناحية التانية تلعب على فكرة الإيمان بالحظوظ اللي هي أكتر فكرة قدر يزرعها المدير الفني وليد كراكي في أذهان لاعبي إن هي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تتفوق رغم فرق الإمكانيات إن أنت تصدق نفسك أنت عندك مجموعة لاعبين أه مطلوبين من كبار الانديه الاوروبيه حتى اللي مش بيلعب في نادي كبير النهارده هو مستوى وليفل ان هو يلعب في نادي كبير ونطلوب. وناحي يعني كفايه دين وناحي, وناحي يعني ويمكن يعني في قصه حلوه جدا حابب احكيها بما انك ذكرت اسمه وناحي شفت لويس انريكي قال قال بعد مباراه اسبانيا بالظبط قال لك من, من أي اين اتيتم أي بهذا الفترة. اللاعب يعني اجابه السؤال ده اللي ساله لويس انريكي موجوده في التفاصيل وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب كان رايح يتابع مباراه نادي انجيل فرنسي علشان يشوف سفيان بوفال عادي جدا اللاعب الاشهر في, في و... المغرب بالظبط لفت نظره لعيب عنده 20 سنه اسمه عز الدين اناحي قرر يضمه لقائمه المنتخب اللي هتخوض منافسات كاس امم افريقيا اللي فاتت انتقادات من الكل في المغرب ومين عز الدين اناحي لعيب بلا خبرات دوليه لعيب ما سبقش ليه المشاركه مع المنتخب لعيب مغمور حتى في الدوري الفرنسي زي ما يكون في محترف مصر احنا اول مره نسمع عنه فهنتخض ان ازاي الاسم ده موجود على اساس حد بيلعب في الاهلي او في الزمالك وبنشوفه كل يوم لكن الاداء اللي قدمه أناحي في امم افريقيا ثم في مباراه الصعود لكاس العالم قدام الكونغو كان وقت اعتماد لي سواء مع خليلوزيتش وحتى مع وليد الكراكي بعد ما خليلوزيتش مشي وده درس مهم جدا يمكن اداه كابتن محمود الجوهري في التسعينات صحيح وادهولنا لما راح مع الاردن ان هو رفض <applause> آه يعتمد على الاسماء الجاهزه اللي ادوها الاتحاد الاردني وقال انا هتفرج انا والجهاز الفني بنفسي على اللاعبين واختار قائمه من الاول وراهن على عامر شفيع اسطوره حراسه المرمى آه للكره الاردنيه اللي كان ساعتها بيلعب في نادي اليرموك نادي ما هوش من الوحدات والفيصلي مش من ناديين القمه عنده 21 سنه صمم عليه هو وكابتن فكري صالح مدرب حراس مصر مرمى مصر 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 منتخب مصر ومنتخب الاردن السابق شيخ المدربين حراس المرمى بالظبط يعني اهان اثبت بيه قدام الكل ان التجربه والمحاوله والشغل والمجهود اللي بجد هو اللي بيكون نتيجته نجاح مش الصدفه مش العشوائيه مش انتظار ان انت تدير المشهد باكثر شكل عشوائي ثم تنتظر ان الصدفه تكافئك زي كل مره لو كافئتك مره زي ما حصل في 2018 مش هتكافئك في كل مره طالما انت ما بتعملش اللي عليك ودينا شفنا النماذج اللي بتقدم فعلا مشروع وخطه واضحه حتى مع وجود بعض العشوائية حتى مع وجود بعض المشاكل في الاتحاد المغاربي ومع المدرب السابق وحيد خليلوزيتش وفي بعض الأسماء المستدعاة والمستبعدة من القايمة في الفترة اللي فاتت لكن الخطة الواضحة المشروع رهان آه على الشغل اللي بجد دايما بينتج في النتيجة النهائية فوز وحتى لو في 2018 كان الشكل اللي للمغرب المغرب استثنائي لكنه لم يكلل بالنجاح لكن التجربه والتعلم منها والاستفاده من الخبرات السابقه بيديك افضليه في التجربه اللي بعدها زي ما المغرب قدرت تبدا من 2018 اول مره تحلم ان هي تعمل حاجه ثم يمتد الحلم ده ل 2022 ويتحقق قصادنا بوجود المنتخب المغربي في الدور نص النهائي. شايف ازاي غيابات المنتخب المغربي يمكن نايف اكرد نصير مزراوي كمان رومان سايس مش هيقدر او غانم سايس يعني زي ما بيحب يقولوا له المغاربه شايف دي غيابات مؤثره جدا على منتخب المغرب كيف لوليد الركراكي ان يتغلب على هذه الغيابات يعني يمكن سايس هيبقى الحل هو الاعتماد على بدر بنون النجم النادي الاهلي احنا كجمهور مصري عارفين بدر بنون وشفناه مع النادي الاهلي في منافسات كتير لكن يمكن الشكل اللي هو استخدم بيه بنون هو الانسب لقضاته لعب مدافع ثالث في ليبرو قدام البرتغال بعد اصابه رامون سايس متوقع جدا ان هيعتمدوا البرتغال على الكرات العرضيه ف اكيد ومع نزول كريستيانو رونالدو كمان بان ان المدافع اللي نزل بديل في الاول قبل بدر بنون عنده مشكله بيتاكل كان في كره خطيره راموس بتاع البرتغال حطها بالهيد وحشه قوي لو كان رونالدو في المكان ده كان سجل فيمكن كراكي قرا دي بسرعه وادرك ان هو قصاد منتخب عنده السلاح العضيات ده ده كان اشرف داري على فكره اللي انت اشرف داري خلي بالك و... واشرف داري هو الخيار الاول للمدافعين عند وليد ركراكي ويمكن اعتقد هيكون ركراكي حتى لو ما بداش كده ممكن مع الوقت يلجا لان هو يلعب ثلاثه ورا بوجود نفس العناصر لكن يضيف بدر بنون كليبرو او كمدافع ثالث خصوصا ان مش... يعني ازمه العضيات اللي كنا بنتكلم فيها مع البرتغال موجوده مع فرنسا بوجود اوليفييه جيرو وال... أداء الاستثنائي اللي هو بيقدمه في النسخه دي من كاس العالم سجل اربع اهداف, أربع أهداف. وتجاوز تيري هنا كهداف تاريخي لمنتخب فرنسا فيمكن دي حاجه تستدعي من وليد الكراكي اللجوء للحل اللي هو لجا ليه قدام البرتغال ونجح فيه بالفعل في الحفاظ على شباك نظيفه فيمكن ما تخافش على المنتخب المغربي في الازمات الدفاعيه وبس يمكن القلق من بعض الغيابات لكن المنظومه والشكل الدفاعي اللي بيلعب بيه وليد الكراكي حاجه فعلا تقدر تطمن وانت بتلعب اي منتخب مهما بلغت قوته ومفاتيح اللعب اللي عنده انت عندك خطط مضاده دايما وخطط تقدر توقف بيها كذا شكل من الاشكال الهجوميه توقعت ان الارجنتين هتتخطى عقبه كرواتيا في نصف نهائي المونديال تتوقع مين من المغرب وفرنسا يصل للنهائي يمكن المنطق بيقول توقع. فرنسا لكن انا النسخه دي كلها أنا طبعا ان يعني النسخه دي ان انا وصحة. مش مضطر امشي مع المنطق وصول المغرب لنص نهائي كاس العالم شيء مش منطقي شيء حلم ناس صدقته وحققته فانا حابب احلم مع المغرب و... واتمنى يعني يمكن زي ما قلت لك حسابات المنطق شيء ولكن هخش مباراه المغرب كمشجع عايش الحلم بلا نهايه وبلا مدى وبلا توقف مش مركز في الحسابات المنطقيه ويمكن مين كنت كتبت المغرب ولا فرنسا المغرب انا ان شاء الله ان شاء الله <applause> انا كنت كتبت يمكن موضوع عن فكره لماذا لا تتوج المغرب بكاس العالم وقلت فيه جمله هي عنواني يعني اللي احب اختم بيه النقطه دي ان لو مش ده الوقت اللي هنحلم فيه بان احنا نشوف منتخب عربي بيشيل كاس العالم فامتى صحيح <applause> وصل المنتخب المغربي ليه حاجه عمر ما حد يتوقعها ويتخيلها فباذن الله المنتخب المغربي يواصل مفاجاته ويواصل اصراره والله وان لم يكن فالوصول لنصف النهائي انه يبقى ما بين الاربعه الكبار في كاس العالم هو انجاز تاريخي غير مسبوق للكره العربيه والافريقيه ونتمنى طبعا التوفيق وتمثيل الوطن العربي وقاره افريقيا في مباراه نصف النهائي امام فرنسا افضل تمثيل طيب عايز اخدك بقى لي توقع كده اخير انت توقعت المغرب منتخب المغرب الشقيق امام المنتخب الارجنتيني مين فين مين ياخد كاس العالم هقول المغرب <applause> طالما وصلت بيهم للنهائي يبقى اكيد هقول المغرب آه يمكن زي ما قلت لك في مساحة أنت في نفس الوقت يعني حتى لو بتشتغل في المهنة دي كإعلام رياضي لازم تكون دايما محايد وبتتكلم بالمنطق في حالات استثنائيه ما بتقدرش تعمل فيها ده بشر. كلنا بشر كلنا بشر قبل ما نكون يعني اي مسمى وظيفي كلنا بشر انا من وانا عندي عشر سنين أه بحلم اشوف منتخب مصر يعني يمكن ساعه 2010 اتكسرنا كلنا جدا خصوصا جيلي لاننا كنا لسه اطفال م. ما عندناش خبره بقى 94 و98 وطوبه ومجدي طلبة وكل القصص اللي الاجيال اللي فاتت عاشتها كان اول مره نتكسر الكسر دي واحنا شايفين منتخب بطل افريقيا مرتين ورا بعض بيخسر فرصه التاهل لكاس العالم فاعتقد الحلم ده اول مره يتجدد واحس مع منتخب المغرب احساس غايب عني بقاله 12 سنه فبفضل ان انا انحي الحسابات المنطقيه جانبا وامشي مع الحلم ده لاخره واقول زي ما قلت لك ليه لا شكرا جدا يا يوسف شرفتنا ونورتني انا سعيد جدا اني كنت معاك النهارده واتمنى ما تكونش اخر مره ان شاء الله باذن الله شرفنا ونورنا في فقره سامو كوس محلل الكره العالميه المميز يوسف حمدي شرفنا ونورنا في سامو كوس انتهت حلقتنا من نهارك ابيض على امل لقاء ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك ابيض الى اللقاء